صباح الخير. نهار اليوم رح ترتفع درجات الحرارة ورح تكون الأجواء صيفية في أغلب المناطق. الرياح رح تكون شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة. غدا نهارا رح تكون الأجواء صيفية، رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 31، بالليل رح تنخفض ل 23 درجة. يوم السبت ويوم الأحد رح تنخفض درجات الحرارة بس رح تستمر الأجواء صيفية، رح تسجل خلال ساعات النهار 27، بالليل رح تنخفض ل 20 درجة ورح تكون الأجواء مغبرة. بالنسبة لملخص الطقس خلال الأيام القادمة، رح يكون في ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وبكرة، أجواء صيفية خلال ساعات النهار وانخفاض على درجات الحرارة ابتداء من يوم السبت. حاليا رح ننتقل لدرجات الحرارة نهار اليوم في المدن الأردنية. رح نكون بالمناطق الشمالية بداية إربد 30 المفرق والزرقاء 32 وأجواء صيفية، عجلون 28، جرش وشرق عمان 30 درجة، السلط 30، غرب عمان 28، مادبة 29 درجة أجواء صيفية، البحر الميت 36، الكرك 26 والطفيلة 28، معان 30 والعقبة 37 درجة وأجواء حارة. هاي الليلة رح تكون الأجواء معتدلة، رح تسجل درجات الحرارة خلال ساعات النهار 20، المفرق 20 والزرقاء 21، عجلون وجرش 18، أجواء معتدلة، شرق عمان 22 درجة، بتسجل بالسلط 22، غرب عمان ومادبة 21 وأجواء معتدلة، البحر الميت أجواء مائلة للحرارة 27، الكرك والطفيلة 19 درجة، معان 20 والعقبة 26 درجة. بالنسبة للطقس والنشاطات الخارجية، رح تكون الأجواء ممتازة اليوم لممارسة أغلب النشاطات الخارجية. بالنسبة للصحة، رح تكون الظروف الجوية محفزة بشكل ضعيف للإصابة بأغلب الأمراض. أجواء ممتازة اليوم لممارسة الرياضة الخارجية. ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية.